فعاليات ومهرجان ونجاح كبير جدا جدا حققه مهرجان العالمين الجديدة في النسخة الثانية، المهرجان الأكبر والأبرز والأهم في الشرق الأوسط، بيقدم فعاليات متنوعة مختلفة ما بين رياضية فنية ثقافية، وطبعا مع حضراتكم من خلال شاشة دي ام سي دايما بنكون موجودين في قلب الحدث، بنغطي معاكم كل الفعاليات أول بأول من خلال مراسلينا هناك في المهرجان وهناك في المدينة الساحرة مدينة العالمين الجديدة. نروح سريعا زميلتنا شرمندة الدسوقي، عاملة شغل هايل شرمندة الحقيقة، منتشرة في كل مكان في العالمين الجديدة عشان تحكي لنا ايه اللي بيحصل عندها. شرمندة مساء الخير، ايه اللي بيحصل عندك؟ مساء الخير عليكي يا اسماء، ومساء الخير على مشاهدي دي ام سي في كل مكان. لسه مستمره مع حضراتكم في متابعه فعاليات مهرجان العالمين الجديده 2024 في نسخته الثانيه على التوالي. وخليني اقول لك يا اسماء قبل ما ناخد جوله سريعه عن اهم الفعاليات وابرزها اللي هتكون موجوده معانا خلال الاسبوع الرابع نهايته وبداية الأسبوع الخامس، خليني أقولك إن إحنا النهاردة على أرض اليوم 26 من فعاليات المهرجان، اللي كل يوم في جديد وكل لحظة عندنا تنوع واختلاف، سواء من فعاليات رياضية فنية ترفية ثقافية وحتى حفلات الويك إند. لكن خليني أقولك أجواء الحماس والطاقة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي في لحظة بلحظة بنلهلكم على الهواء مباشرة على دي أم سي من خلال المنطقة الترفيهية أو منطقة الألعاب زي ما بيقولوا عليها هنا في رواد مدينة العالمين. إحنا موجودين دلوقتي وورايا الشاشة زي ما أنتم شايفين إقبال شديد جدا على شاشات عرض المباريات اللي اطرحتها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لكل رواد المهرجان ومدينه العالمين الجديده ومناطق الساحل الشمالي المجاوره عشان يجوا يتفرجوا على مباريات اولمبياد 2024 باريس من داخل المنطقه الترفيهيه بالمجان. عايز اقول لك في اقبال شديد جدا، حماس جدا، واحنا كمان مبسوطين قوي انه بالصدفه احنا معاكم على الهواء مباشره ومنتخبنا المصري بيلعب، وطبعا بنتمنى له الفوز. وبما اني بقالي 26 يوم في مدينه العالمين فبقيت متحيزه للمدينه، الاجواء هنا ساحره جدا، طبعا تشجيع المنتخب المصري من داخل مدينة العالمين ومن داخل فعاليات المهرجان ورايا اكتر من روعة، يعني نفسي انقل لك الاحساس، بس الصراحة هنا الدنيا حماس جدا جدا فوق ما تتخيله. اما بقى عن جولتنا السريعة عن اهم الفعاليات اللي موجودة معانا خلال الاسبوع الرابع في نهايته بداية الاسبوع الخامس، صراحة عندنا عدد كبير جدا من الاجندة الثرية وفعاليات كتير، خليني اقولها لك بالترتيب. احنا عندنا في البداية سهرات الفنية المسرحية اللي هتبدأ معانا مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز والنجمة نيلي كريم، والصراحة احنا متحمسين جدا ان احنا نشوفهم هما الاثنين على خشبة مسرح اليو ثياتر البنية خصيصا لمهرجان العالمين بداية من النسخة الأولى ومستمر معانا حتى النسخة الثانية. كمان عايز أقول لك إن إحنا من بداية من يوم الخميس يبقى معانا أهم حدث رياضي وترفيهي وهو الموتور ويك، الأسبوع سباق السيارات اللي هيبقى موجود في كل أنحاء وشوارع مدينة العالمين. الصراحة مستمتعين جدا ومتحمسين نعرف إزاي السباق هيبقى موجود في شوارع العالمين، هيمشي إزاي، بنظام إزاي، وإزاي الناس هتقدر تشترك فيه طبعا بالمجان، ونبقى إزاي مشاركين فيه ونتفرج عليه، وأكيد طبعا هنتفرج على شوارع العالمين من خلاله بشكل مختلف. وطبعا زي ما انت ما قلتي منتظرين اهم واقوى حفله الميجا ستار الهضبه عمرو دياب اللي هيكون معانا على مسرح اليو ارينا، والحفله بالتعاون من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وموسم الرياض الهيئه العامه للترفيه السعوديه. والصراحه الناس كلها متحمسه جدا. انا عايزه اقول لك انه من امبارح بدا عندنا زحام مروري بسبب حفله عمرو دياب، والناس كلها بدات تيجي مش مستنيه الويك اند، لان عمرو دياب زي ما بنقول هو مش فنان لجيل معين، هو فنان لكل الاجيال. خليني اقول لك ان احنا عندنا فعاليات كتير جدا، متحمسين جدا، وعندنا اسبوع حافل جدا، ولكن ده اهم وابرز الفعاليات اللي هتبقى موجوده عندنا في مختلف واهم وابرز الاماكن اللي موجوده في مدينه العالمين، واللي انصح الناس ان هم يلحقوا يجوا يشوفوا. ادينا قلنا فعاليات من بدري اهو عشان الناس تلحق تيجي تتفرج على الفعاليات اللي موجوده معانا بدايه من النهارده واستمرارا لحد يوم السبت اللي جاي. يعني الحقيقه الحماسه وصلت لنا، شكرا طبعا شرمندة الدسوقي زميلتنا من العالمين.